السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله غدا نحضر دجاج معمر بالشعرية. غدا نحتاجو هاد المكونات، كاينة غدا نحتاجو الشعرية ديال السفة، الزيتون مقطع، الثومة والحامض مسير، الزيت، العطرية، الكبدة ديال الدجاج أو الربيع. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو هاد الربيع، غادي نضيف ليه هاد العطرية. هاد العطرية فيه الإسكنجبير، الإبزار، القزبر حبوب مطحون، الزعفران ديال العود، الملح، العطرية ديال الدجاج والقرفة. غادي نضيفو ليه الثومة وهاد اللب ديال الحامض، نص ديال الحامضة. غادي نضيف ليه جوج معالق ديال الماء. غادي نخلطو بيه هاد العطرية. غادي نضيف ليها واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة، وغادي نحركو كلشي. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو هاد العطرية اللي خلطنا، غندهن بيه هاد الدجاج في الداخل وفي برا، كلشي غادي ندهنوه بهاد الطريقة. وغادي نستمر هكا حتى ندهنهم كاملين ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بعد ما دخلت العطرية الدجاج غادي نخليهم جانبا، احسن ندير لهم هاد العطرية ونخليهم واحد ثلاثة السوايع. غادي نخليهم جانبا. غادي نجي هاد الشعرية، هاد الشعرية ديال السفة درتها حتى طفورات، واحد طفويرة وشوية ديال الزبدة، الراس ديال المعلقة ديال الزبدة صغيرة، حتى طفورات واحد طفيرة صافي. وغادي نضيف ليه هاد الزيتون مقطوع، وغادي نضيف ليه هاد الكبدة. الكبدة قطعتها درتها في تلصقات هي الاولى، شوية ديال الملح والماء والحامض حتى تلصقات، وقطعتها مكعبات هكا صغار. وعاد شحرت واحد البصلة صغيرة وخلطتها معاه، وشوية ديال الكمون وشوية ديال القزبر حبوب مطحون، وشحرت بهم هاد المعلقة ديال الزيت العود، وشحرت به هاد الكبدة. غادي نضيفها هنايا، وغادي نضيف لهم المعلقة كبيرة عامرة بالربيع المعدنوس، معلقة كبيرة ديال الربيع المعدنوس. وغادي نضيف لها هاد العطرية. العطرية هنا كاينة الهريسة الحارة، وكاين القزبر الحبوب والملح والابزار والعطرية ديال الدجاج، نفس العطرية اللي ضيفت هنا الا القرفة ما زدتها هنا، وهذا والزعفران ديال العود. غادي نضيفهم هنايا، واحد الثومة، وهذا اللب ديال الحامض اللي قسمته مع الدجاج، درت نص الدجاج ونص خليته إيه هادي. وغادي نخلطو كلشي هكا. بسم الله على بركة الله. غادي ناخد هاد الدجاجة، غادي نعمرها بهاد الشعرية ديال السفة اللي فيها هاد القامة. بسم الله.
ما عمرت الدجاجه، بعد ما عمرت هذه الدجاجه غادي نجمعها هكا، وغادي كاين اللي كيخيطها. دابا انا غنستعمل هادو هاد الاعواد، وغادي ندير ليها هكا كلشي في الصدر ديالها باش تخليها الطياب، وتدخلي هاد العطريه اللي درت ليها. وغادي ناخذ هاد الاعواد غادي ندير ليها هكا، غادي نشدها مره كنخيطها بواحد الخيط ديال المطبخ والبره، وكنخيطها كلشي هكا، ولا ندير ليها الطريقه. وغادي نستعمل هذا مازال، ونفس الطريقه اللي غنستعمل لهذه. بسم الله على بركه الله. بعد ما عمرت الدجاجه جمعت لي هاد الرجلينات بهذا الخيط ديال المطبخ، وغادي نخيطها. عندها جوج طرق، كاين الطريقه الى خيطنا هكا، كاين الطريقه الى درنا ليه هاد العويدات كنديروهم في المشويه وعاد نجمع به هاد البلاصه. وغادي نقطع هاد الخيط وغادي نديرهم يطيبوا ان شاء الله. بركه الله. غادي نضيف 3 المعالق ديال الزيت الزيتون، وجوج المعالق ديال الزيت النباتيه، غادي نضيف لهم هاد البصله مقطوعه قطع، وغادي نخليها تشحر شويه. لا على بركه الله. بعد ما تشحرات ليا البصله غادي نضيف هاد الدجاج، غنخليه شويه هكا ونقلبو في هاد الجهه حتى هذه باش يتشحروا كلشي. بعد ما كنقلب الدجاج هكا كيتشحر هاد الجهه والجهه الاخرى، كندير شي ماء يتغلى، غنضيف ليه الماء وغادي نخليه يطيب ان شاء الله. بسم الله. كنضيف ليه واحد نص لتر ديال الماء، وغادي نخليه حتى يطيب. بعد ما ضيفت الماء كنضيفوا هاد الاوراق ديال الغار وهذا الحامض المسير. على بركه الله. بعد ما كيقرب الدجاج يطير كنضيف ليه واحد المعلقه ديال العسل، وكنخليوه حتى يكمل الطياب ديالو. بسم الله على بركه الله. بعد ما طاب الدجاج غادي نحيدوه هنايا. بسم الله. غادي نديرو فواحد الطبق وهذا الكجرة غنضيف ليه هذا كاس ونص ديال الزبيب، وغادي نرجعها فوق البوطة. غادي نحتاجو المعلقة الصغيرة ديال المطيشات الحك، والمعلقة كبيرة ديال الزبدة، وشوية ديال الهريسة، وشوية ديال السكنجبير طري محكوك. وغادي نحركهم كلشي هكا يتخلطو، وغادي ندهنهم به هاد الدجاج، وغادي ندخلوه للفران ان شاء الله. غادي نخلطوها تخليطه كلشي هكا مزيان.
بسم الله. بعد ما خلطت هاد الخليطه غادي ندهنوا كلشي هكا، كلشي يدخل في هاد الجناب هكا، كلشي يدهن به. غندهنوا كله بهاد الطريقه وغادي ندخلوه للفران ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما طاب الدجاج كنزلو في الفران، كنحيدو له هاد العواد هكا، وكنحيدو له هاد الخيط بالمقص. كيجي ساهل. وغادي نديرو فواحد الصحن. بسم الله. وكنديرو لاخر اللي خيطتو، كنحيد ليه حتى هو هاد الخيط بالمقص. هذا درت ليه ديك العواد شديتو بيه، وهذا راه بحال بحال، راه ديك الحشوة اللي كنعمرو راه ما كتخواش بحال هاد الطريقة. وكنفتحوه بهذا الموس ولا المقص هكا. بسم الله على بركة الله. كنقدمو فواحد الصحن هكا، وكنزوقو بهذا البيض والزيت الزيتون، وهاد المرقة ديالتو كندير عليه في هاد الصحنات هكا، وكنرفقو بهذا المرقة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.